لبنان عم بمر اليوم بحقبة جديدة ومثيرة تترافق مع موجات ثورية في كل العالم العربي، في العواصم وفي المدن. فهالثورات اللي منتمنى لها أنه تكون مدخل للديمقراطية والحرية في كل هالبلدان، إنما تبقى مجهولة المصير والأهداف، بينما نحن الخوف أنه شظاياها ترتد علينا، وهذا ممكن. نخشى أنه هالثورات تسقط في الحروب الأهلية والصراعات القبلية والفتن الطائفية والاعتداء على الأقليات، كما هو حاصل في مصر وفي العراق على بعض المسيحيين. لقد تمكن اللبنانيون عبر الحوار حيناً وحتى الانتفاضات أن يحققوا إنجازات قلما حققها آخرون في الشرق، فحذارة من مواصلة رمي لبنان في سياسة المحاور وفي مشاريع ثورات وأنظمة باتت هي نفسها على شفير الهاوية. الانقسامات الداخلية ليست قدرنا، نحن عم نوعى كل مرة بالفخ وعم نخلق مشاكل في الداخل نحن بغنى عنها. المشاريع الإقليمية ليست مشاريعنا، لا يجوز أن يبقى لبنان جبهة عسكرية تخترع الحروب وتشن الفتوحات. لن ندمر ذاتنا ولا نسمح لأحد بتدمير لبنان.